هذيك الليله نط واحد الروينه كبيره في بروكسل، لي زومبيلونس، البوليس، لي ليجيست، حتى واحد ما دخل دارو الناس. البوليس كانوا عارفين بلا ساعه ساعتين نوض المشاكل بين لي زالباني على كيلو ولا على جوج، وتيتيراو جوج قرطاسات وتيموت واحد ساعه ساعه، تيشدو الدوسي وتيدفنوه حيت ما تيبغوش يدخلوا راسهم مع داكشي ديال لي فوايو. ولكن هاد المره كان عندهم 22 واحد مجبدين في الارض، ومن بين 22 كاين واحد البارون كبير تيخاف منه كلشي، دونك ما يمكنش شي واحد عادي يدخل عنده حتى الشركه ديالو ويفنيه في هذيك الطريقه. دونك البوليس كان شاكا بلا كاينه شي يد كبيره ولا شي يد جديده يلا دخلت لبروكسل. والمشكل الكبير هي لقاو 112 كارطوشه ديال اك 47 مشتته في الارض. هذا ما بقاش ريغلومونت كونط، هذا ولا واحد المشكل تيمس بالامن والاستقلال ديال المدينه. المافيا ديال شيكاغو عندها واحد التاريخ كبير، ملي تيجي شي كابو جديد اول حاجه تيدير تيجلس فوق الكرسي وتنشر رجليه فوق البيرو وتبدا يعطي الاوامر، وما تبدل حتى شي حاجه في البيزنس. هاد البيزنس داروه الكابوات اللي كانوا قبل منه، وتا شي واحد ما تيقدر يدخل في هذاك البيزنس، لان الناس اللي ساكنين في هذاك السيكتور ولا في هذيك المدينه عارفين بلي البيزنس شاده كوزا نوسترا يعني المافيا. يعني تقتل كابو يجيو جوج كابوات، تقتلهم يجيو 20 كابو، دونك هذيك المافيا عمرها ما تتسالي. اما انت تحط رجليك في واحد المدينه ولا في واحد البلاد ما تعرف فيها حتى شي واحد وبغيتي دير فيها البيزنس ديالك، خاصك تستعمل اساليب ديال الغابه باش ما تكونش حتى واحد من هذوك اللي تبيعو، تكون انت هو الكروسيس ديالهم. قبل ما نسل الباطوم لكولومبيا اللي فيه السلعه ديالي، خديت واحد الرونديفو مع واحد المغربي تعيطو عليه باكو تعاودو عليه سرابسي تقضي معك سرابس. كان خدام ريسبونساف في الديوانه ديال البور، بور ديال انتويربن. درت معاه رونديفو في واحد الريستورون جا من بروكسل و انتويربن. غادي وصلنا الاول غناخد واحد الويسكي وبقى نشوف من الجاجة الباركينغ وتنفكر كيفاش نتعامل معاه كيفاش نفتحو في الموضوع. واحد شوية ويتوقف واحد البيم كحلة ام 3 سبور، وينزل منها واحد لجن تكون عنده شي 35 عام، ما فايتش 40 عام. من الفاتشة ديالو عرفت هو باكو، عنده فاتشة ديال مغربي. غادي يدخل وغادي يريح غيسلم عليا عليز. قبل ما فاتحو في الموضوع ضربت لي على يديه، كان لابس واحد رولكس موديل سوب مارينا، شفتها وجاتني الضحكه. ديواني ضرب رولكس وحط ام 3 سبور، باينه تخانه هذا ماشي هاتي شتا، هاد خانه تيتو شامل مزيان وغادي نديرو بيزنس زوين معاه. غنهضرو في الموضوع وغنجيب باكو من الاخر، غنقول ليه كاين واحد الباطو تيجي من كولومبيا مشارجي بالبنان و تيدخل البور ديال اونفيرس كل 3 شهور، دونك الخدمة ديالك في وسط هداك البنان كاين واحد الكارطونة، وهاديك الكارطونة فيها تلاجة، يا فيها 500 كيلو يا 600 كيلو، عمرها ما يكون فيها أقل ولا كتر. قلت ليه الخدمة ديالك هي تهز هاديك التلاجة وتضرب 700 متر وتحطها ليا قدام الباب ديال البور، تماك غادي تلقى واحد الكاميو فيه لافغي كونسيت باي بنجي، وغتلقى جوج الناس تماك، غتعطيهم هداك الكارطونة ويشارجوها في الكاميو. هو تربح كل 3 شهور 15000 يورو على 700 متر، اش بان ليك؟ غيبقى يشوف فيا وبان ليا الدولار ترسم ليه في عينيه، ولقيتو شي في حيتو ويقول ليا المشكله ماشي شنو كاين في هذيك الكارطونه، المشكله هي خدام معايا واحد السيد فلاماني وعزا ليه قلاب وعزا ليه يشوف، وغتكون المشكله شويه صعيبه وتبغي الفلوس. قلت ليه اسميت هاد الكوليك ديالك؟ قال لي سميتو فاندرفيلد. قلت ليه من غدا ما يبقاش يجي للخدمه، غادي نصوبو لي كونطرا يمشي لدبي ويعيش السعاده تماك. هذيك الساعه غنهز التليفون ونعيط لفرانكي، غنقول ليه بالله كاين واحد سميتو فاندرفيلد خدا في البور ديال انتويربن تيدير المشاكل، يلا سمع باكو المشاكل ويتلحل التليفون ويطفيه. قال لي ما بغيتوش تمشي لدبي، صافي غادي نتفاهم انا وياه، ويمد ليا يديه ويقول ليا مارشي كونكلو غنديرو البيزنس بجوج. غنوقف ونقول باكو بلا مورا الريستورون كاين واحد الطريق من بعد 300 متر غنكون واقف في الطونوبيله ديالي تماك. قلت ليه جي عندي انا نعطيه 15000 يورو ديالو،
قلت لي انا واحد الانسان تنخلص ديما افونس وتا شي واحد ما تدي لي فلوسي حيت يما ترجع فلوسي يما تناخذ حاجه اخرى وتفارقنا تما غنوصل للبلاصه اللي قلت ليه وغادي نحل الكوفر وغادي نجبد واحد الساك فيه 15000 يورو ساك صغير وغادي نحطو فوق الكابو ديال الطوموبيل ونشعل واحد الكارو ونطوندو على ما يجي من بعد 5 مينوت جا خدا فلوسو وكل واحد شد طريقو نكون راجع في لوطوروت نكون فرحان حيت قضيت غرض كبير اليوم ضربت واحد الطريق من الامريكان حتى للمصبانة وكل شهر 600 كيلو البارون ديال ميديلين غادي يصيفط لي السلعة باكو يخرج عليا ومن بعد ساعتين تكون عندي في بروكسل غادي ساعي ويبان لي البانو ديال الخرجة ديال بروكسل وانا نروم ليمن يلا غادي نشط واحد الطريق صغيرة تدي المدينة وانا نسمع الجيروفار ديال البوليس غادي نشوف ريتروفيزور تبان لي واحد الطوموبيلة تابعاني اشوف الكونتور غادي يبان لي 50 يعني ما فتش هذيك السرعه القانونيه اللي محدده في هذيك الطريق واحد شويه الجيروفار يخدم من دوزيام فوا وهذيك الساعه غنتم غادي بشويه وغادي نستاسيوني الطوموبيل غنضرب على الريتروفيزور ويبان لي خرج من الطوموبيله واحد وتمجي لطوموبيلتي بشويه هذيك الساعه وانا عقل بلا كانت عندي 100 غرام ديال الوايت نايت في الكوفر كنت هزيتها معايا نديتها كوم اشونتيون لبوريس وانا نقول فراسي دوزنا حياتنا كامله في عرق وهذا حتى اليوم غادي نتشدو على 100 غرام و100 غرام سيرتو هنا في بروكسل تقدر تمشي معاك حتى لعامين لا عام ونص ديال الحبس لا كان عندك شي افوكا زوين غادي يوقف عليا البوليسي ويقول لي الوريقات وحل لي الكوفر غنشوف البوليسي ما فيهش 23 عام وتصاوب ديالو ديال ماشي ديال شي راجل باقي لا خارج من المراهقه وهذيك الصمته اللي فيها الفردي جون سوي سير عمرو ما تيرى بهذاك الفردي ميزابار اللي كانوا تيديروا لو تيست ديالهم في الاكاديمي ديال البوليس غادي نشوف فيه وغادي نقول ليه لا بغيتي تلعب هذا السيناريو فحال هكايا نقدو نلعبوه أتقول لي الوراقي والكوفر وأنا أقول لك بلي ما نحلش الكوفر هذا ونزيدو في الهضرة ويبدأوا مشاكل ويبدأوا مشاكل كبار دونك من الأحسن أرجع في حالتك وخليني مشي ندير خدمتي تاني غادي يشوف فيها وبدأ يضحك ويقول لي أول واحد يهضر معي في حالك لي علاش نخليك تمشي وأنا نجاوبه قلت لي حيت كاين شي طرق بعض المرات الإنسان خاصو يتجنبه وهذيك الطرق مضلبه بزاف لا بغى يدخل فيها يقدر يخرج فهذيك الوقيته هو يرجع للور ويحط يدي على الفدي ويقول لي خاصك تخرج دابا وتحل لي الكوفر وانا نشوف فيه واحد شوفه ديال الموت قلت لي دابا غادي نقول لك شنو غيطرى غادي نسد الدجاجه بشويه وندير ماري طوموبيلتي وغتمشي في حالتك ولا عندك شي بنيه صغيره ولا شي وليد واحد النهار تشوف لي فوجو من هنا 10 سنين وتكون فرحان وتعرف بالله كنتي عايش حيت واحد النهار وقفتي واحد السيد وما شديتيش هذاك الطريق من الماء شديتي طريق تاع الضو دونك دابا قول لي يا نخرج من هاد الطوموبيله يا نسد هاد الدجاجه ونمشي كل واحد يمشي في حالاته بقيت نشوف فيه وبقى حاط يدي على الفدي ومردد ما عرفش باش يجاوب هذيك الساعه وانا نسد الدجاجه بشويه وتميت غادي 30 كيلومتر الساعه وتنشوف الريتروفيزور وبالي غادي وما فاهم والو طوموبيلته ويبراكي الرويد ومشى من الجهه الاخرى ملي رجعت لي زافير حياتي كامله ولات دايره على البيزنس مبقيتش الناس مبقيتش نشوف نوبه تنشوف بزاف ديال الوجوه خايبين وتنشوف بزاف ديال الموت حاولت نبدل الحرفه ولكن انا واحد الانسان تيعرف يدير حاجه واحده يمونتي لي زافير ويمونتي دي بيزنس ولكن لو داك لي بيزنس فيهم الريسك تنحس بالراحة ميمكنش نمونتي واحد لافير لي مفيهاش الريسك ونكون بون كونتريبيابل وصالح للمجتمع هادشي كله بغيت نشرحو لنوفا
ولكن ما تفهمنيش، ما تفهمنيش بلي حنا ماشينا سعاديين، وبلا نوفايا بنت كابو كبير ديال شيكاغو، وما يمكنش تعيش واحد العيشة عادية. وانا عشت حياتي كاملة في المافيا، يعني هذاك الحلم ديالها عمر ما يتحقق، وعمر ما نكونوا واحد الناس عاديين. غادي نرجع للمصبانة، كان عندي بزاف ما يدار. غادي نعيط لبيدرو ونقول ليه غدا خاص تكون امستردام، كاين واحد البلغار تيتسناك تماك، خيطك واحد الطونوبيله وخاصك تجيبها هنايا للمصبانة. الطونوبيله عامره بسلاح بينو نونتو هكا 47 9 ملم. المود ديال بوليس ما يدوش سالك بحال هكا، باين واحد النهار غادي يجيو شي وحدين تبوانتاو هنا، دونك من الاحسن كلشي يكون هنا مسلح. غادي نشوف فرانكي ونقول له جمعي البيرو، غادي ندوي شويه على البيزنس ونشرح ليه النهار ديالي كلو داس كيما داس، ونقول ليه بلي خاص تاخذ واحد جوج في الكاميو ديال المصبانه، وخاص كل 3 شهور يخدموا مع باكو يجيبوا سلعه. جالس نشرح لفرانكي هاد لا بروسيدور، والتليفون غيصوني، كانت نوبه. بقيت نهضر معاه، قالت لي عندك واحد سوبريز زوينه، دوز للدار خاصك تجي دابا. قلت لها اوكي، غادي ناخذ الطوموبيله ديالي ونوصل للدار فرحان. هانسوني غتحل لي الباب، قالت لي لا سوبريز ديالك كاينه في الصالون. غادي ندخل الصالون ويبان لي واحد الصبا ديال الكروكو من الاول، وشابو كحل، كان لويجي. غنقرب عندو ونسلم عليه ونقول ليه في ودني، بين ما جايش باش تدوق الفريتا بالجيكه.